يجيب وجبة. مليت من المشي والجي. اللبن أو الحليب كما نقول متوفر بكثرة في ولاية أريانا، فالإنتاج بلغ سنة 86 58,150 طن، منها 48,460 طن مخصصة للاستهلاك أو التصنيع، ويمثل هذا العدد 20% من الإنتاج القومي. وولاية أريانا توفر 19,560 طن زيادة على حاجياتها للمناطق المجاورة وخاصة منها تونس العاصمة. ولهذا الغرض كما نشاهد بعثت العديد من المعامل لإنتاج مشتقات اللبن أو الحليب مثل الجبن بأنواعه والزبدة. وإذا كان الإنتاج متوفرا فلا بد من التنبيه إلى عدة عراقيل ربما تحول دون مواصلة الإنتاج على النسق الحالي، وذلك بالاهتمام بإقامة التوازن بين الإنتاج العلفي والحاجيات العلفية، مقاومة عدة أمراض معدية عند البقر، ضرورة توفير شبكة محكمة لتجميع الحليب بمناطق الإنتاج حماية للمستهلك من التجار الوسطاء وتخفيضا لسعر هذه المادة الحيوية، إعادة تنشيط مركز تجميع العجول بالحبيبية والعمل دون بيع العجول بالأسواق الأسبوعية بأثمان زهيدة، النظر في إمكانية تشبيب المربين لقطاع الماشية إذا أن أكثر من 50% من الفلاحين تتجاوز أعمارهم 50 سنة.